هاي يعطيك صح. الانتخابات الرئاسية إن شاء الله نتمناه من الرئيس القادم أنه يحسن الوضع الداخلي الفعلي الاجتماعي للشباب بصفة خاصة والمواطن بصفة عامة، ونعطوا نفس جديدة للإدارة الجزائرية ودمج الشباب 100%. اليوم إن شاء الله يعجلوا نهار مبروك علينا الجزائريين كامل، وإن شاء الله ربي يجيب اللي فيها الخير، واللي إن شاء الله جاي للبلاد إن شاء الله يكون وجه خير علينا وعلى الشباب على كل إنسان. اليوم رانا في اداء الواجب الانتخابي ل 7 سبتمبر الانتخابات الرئاسيه، راكم كما تشوفوا رانا في المركز الانتخابي باش نبدأ الواجب تاعنا اليوم، وحنا دورنا كقاده كشفيين نعطوا مثال للشباب تاعنا في الكشافه ولا الشباب الجزائري باش يبدوا هذا الواجب الانتخابي. رانا في الساعات الاولى كما تلاحظوا معنا في هذا المركز، رانا نلاحظوا بلي مش كما العاده، راه فئة الشباب راها بقوة أكثر من اللي كانت من قبل، وإن شاء الله تكون انتخابات طيبة.